الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: قال: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولًا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد أن ذكر الباب الذي قبل، باب حفظ السر، من باب التأكيد على هذه المسألة. وباب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد هو من صفات المؤمنين، ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بلفظ الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فدل على أن وفاء العقود من صفات المؤمنين، وأن عدم الوفاء بالعهد هو من صفات أهل النفاق كما سيمر علينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي قوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا تأكيد لهذه المسألة العظيمة. فالمرء سيسأل عن أعماله يوم القيامة، ولكن ما نص عليه من الأعمال أنه سيسأل عنه المرء، هذا دليل على أهميته وعظيم شأنه. فالله عز وجل في هذه الآية جاء بالنص سبحانه وتعالى بالعهد، أنه سيسأل عنه المرء يوم القيامة. قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي سيسأل عنه يوم القيامة. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعهود، العهود على قسمين: عهد مع الله وعهد مع الخلق. فأما العهد بين العبد وبين ربه فهو العهد على القيام بتوحيده سبحانه وتعالى، وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم كلهم. قال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ الله سبحانه وتعالى العهد على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يوحدوه ولا يعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم العهد، ويجب على العبد أن يقوم بهذا العهد حق القيام، فيعبد الله سبحانه وتعالى وحده، لأن التوحيد هو أوجب الواجبات، والشرك هو أعظم المعاصي والسيئات. والعهد الثاني عهد بين العبد وبين الخلق، فإذا كانت هناك عهود بين العبد وبين الآخرين سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، فإنه يجب الوفاء بهذه العهود، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهنا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الذي يعني يعمل العهود أو يعطي الوعود ثم يخلفها داخل في هذه الآية، أنه يقول ما لا يفعل، فداخل في هذا الوعيد: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا هو الشاهد لهذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، أي علامة المنافق، ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فهذه العلامات الثلاث علامات أهل النفاق، ولكن ليس معنى ذلك أن المرء إذا فعلها كان منافقاً بمعنى أنه يكون كافراً، ولكن يكون متصفاً بصفات أهل النفاق والعياذ بالله. ويكفي زاجراً عن هذا العمل الشنيع والمنكر القبيح أن يكون صاحبه متصفاً بصفات أهل النفاق. أولها الكذب، فالكذب محرم، وهو من قبائح الأعمال وقبائح الذنوب، وكل الذنوب قبيح، ولكن الكذب من أقبح الذنوب. ولذلك كانت العرب تستقبح الكذب، كانت العرب
تستقبح الكذب، كما جاء في قصة في قصة سفيان، في قصة أبي سفيان، وقد كان مشركا عندما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بأن يكذب ولكن خشي أن تأخذ عليه العرب أنه قد وقع في الكذب فلم يكذب، فصدق هرقل في النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب من أقبح الذنوب، وهو من صفات أهل النفاق. قال: وإذا وعد أخلف. وأيضا هذه من الأمور التي يتساهل فيها اليوم كثير من الناس، وهي إخلاف الوعد. والمسلم إذا وعد يجب عليه أن يفي بالوعد، وعلى المسلم أن يأخذ احتياطاته في مثل هذه الأمور في مسألة الوعود. ولذلك لا يكثر الوعود، لا يكثر الوعود، لأن الإنسان إذا أكثر الوعود وقع في إخلافها ولا بد. ولذلك على المسلم أن يكون متحرزا في مسألة الوعد، لأن الوعد ليس أمرا سهلا كما يتساهل فيه اليوم كثير من الناس، ويجعلونه من باب يعني كما يسمونها الميانة ونحو هذه الأمور التي تكون بين الناس. ولكن الصواب أن المسألة مسألة شرعية، لا بد للإنسان أن يتقيد بالوعد. فمثلا لو قلت لفلان أني سأتيك في الوقت الفلاني، فيجب عليك أن تأتي في الوقت الفلاني، وإن لم تأتي في هذا الوقت فإنه يجب عليك أن تنبهه. فليست المسألة سهلة يتساهل فيها الناس اليوم. وهنا مسألة مهمة أيضا نبه عليها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، أن بعض الناس إذا أراد أن يؤكد الوعد، يعني لو قال أنا سأتي الساعة مثلا العاشرة، فيقول له صاحبه يعني وعد عربي أو وعد إنجليزي، فيقول لا وعد إنجليزي يعني وعد صادق. ولا شك أن هذا لا يجوز وحرام. فالأصل أنك تقول هذا وعد مؤمن، لأن هذا من صفات أهل الإيمان، والإيمان هم الذين أهل الإيمان هم الذين يتصفون بهذه الصفة وليس أهل الكفر. بل إن عدم الوفاء بالوعد والعهد من صفات أهل الكفر وأهل النفاق. لذلك هذه كلمة خطيرة وهي دارجة ونسمعها، يقولون هذا وعد إنجليزي، كأن الكفار هم أصدق في الوعود وأوفى بالعهود من المسلمين. وهذا لا شك خطورة عظيمة، ويخشى عليه أن يدخل في هذه الآية: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاقوت يقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني أنت كأنك جعلت الآن هؤلاء الكفار أهدى من المؤمنين في وعودهم وعهودهم، ونحن أحق بهذا الحكم وهو الوفاء بالعهد وعدم إخلاف الوعد. وعلى كل حال فإنه يجب على المسلم أن يفي بعهده وأن لا يخلف وعده، وإن حصل له ظرف فإنه لا بد أن يبين عذره وأن يقدم له، ولا يدع الناس تنتظره انتظارا يشق عليهم ويدخل الضغينة في قلوبهم عليه. لأن من أسباب الضغينة في القلوب إخلاف الوعد، ولذلك كان من صفات أهل النفاق. والثالث قال: وإذا اؤتمن خان. والأمانة عامة، سواء في الأسرار أو في الودائع أو في غيرها مما يؤتمن عليه، خيانتها دليل على النفاق. ولذلك على المسلم أن يحرص أن يكون أمينا، حافظا للسر، حافظا للوديعة، حافظا لكل ما يؤتمن عليه. في رواية مسلم قال: وإن صام وصلى، يعني هذا الذي يكذب أو يخلف أو يخون، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، هذا لا شك أنه زاجر عظيم عن هذه الذنوب العظيمة الثلاث المذكورة في هذا الحديث. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. كان منافقا خالصا، أي أن هذه الصفات الأربع من اتصف فيها الغالب أنه من المنافقين. وإن كان بعض العلم يقول هذا الحديث في النفاق العملي، ولكن في الغالب أنها لا تجتمع اجتماعا كليا إلا في منافق خالص النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصة من النفاق. من كانت فيه واحدة منها فيه خصة من النفاق، يعني جمع بين إيمان وبين نفاق. ولكن من جمعها كلها فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا. ما هي هذه الخصال؟
قال كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها يعني يتركها. إذا أؤتمن خان ومرت علينا في الحديث الذي قبل، وإذا حدث كذب كذلك مر علينا معناها، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر قريبا من وإذا وعد أخلف، لأن إخلاف الوعد يعتبر من الغدر، وإن لم يكن غدرا في كل أحواله ولكن في غالب الأحوال يكون غدرا، كالذي يعاهد مثلا الناس على عدم الحرب ثم يخلف هذا الوعد، هذا يعتبر من الغدر. قال وإذا خاصم فجر، ما معنى إذا خاصم فجر؟ يعني إذا دخل في خصومة فإنه يفجر في هذه الخصومة بأن يكذب مثلا على خصمه، أو يطغى في الرد عليه أو في الكلام عليه أو في يعني مخاصمته ومجادلته، كل هذا يعتبر من صفات أهل النفاق. ولذلك إذا خاصم المرء عليه أن يكون منصفا عدلا، نعم عليك أن تأخذ بحق ولك ذلك، ولكن ليس معنى ذلك أن تفجر في خصومتك بأن تطغى في هذه الخصومة وأن تكذب، فإن هذا من الفجور في الخصومة. إذن هذه الأمور الأربعة على المسلم أن يحذرها حتى لا يتصف بصفات أهل النفاق. آخر ما ذكر المصنف في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته يعني جابر وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أنه تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب، تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب، لأن أهل البحرين في ذلك الوقت كانوا مجوسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الجزية، وأيضا مجوس هجر، وهجر والبحرين كانت واحدة، وكانوا مجوسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الجزية، فدل هذا الحديث على أنه على أن الجزية تؤخذ من المجوس، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، والصواب أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس وأيضا حتى من المشركين من غير المجوس على الصحيح. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لو قد جاء مال البحرين يعني الجزية التي تؤخذ من أهل البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا من المال يعني. وهذا يستفاد منه أنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يخصص أحد الرعية بشيء من بيت المال، ولكن هذا لا يكون بالهوى، تخصيص بعض الناس بشيء من بيت مال المسلمين يكون وفقا للمصلحة العامة والخاصة، فإما أن تكون هناك مصلحة عامة أو تكون هناك مصلحة خاصة، فيجوز لولي الأمر أن يخصص بعض الرعية بشيء من المال، ولكن هذا كما ذكرنا لا بد أن يكون وفقا للمصالح وليس وفقا للهوى. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص جابرا رضي الله عنه بشيء من المال الذي سيأتي لبيت مال المسلمين من مال البحرين. قال فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي المال. ومن هذا الحديث أيضا يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا رد على الغالين في الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يعبدونهم من دون الله ويستغيثون به في الكروبات ويدعون أنه يعلم المغيبات، كل هذا من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه لن يدرك هذا المال، فمات ولم يدرك هذا المال الذي أتى من البحرين. قال فلما جاء مال البحرين يعني بعد وفاة الرسول وبويع أبو بكر بالخلافة، قال أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. وهذا من فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه يريد إبراء ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما بدأ به أن نادى في الناس من كان له عدة أو دين فليأتنا حتى نقضي من هذا الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ترك الأمر إلى من بعده، وجاء بعده أبو بكر، وقد يكون قد خلف دينا أو نحو ذلك، أو خلف وعدا كما في هذا الحديث، خلف وعدا فقضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن إمارته رضي الله عنه، وليست هي بأولها، فأبو بكر الصديق هو خير البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه. قال: فأتيته، أتى جابر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقلت له، قال: وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، يعني سأعطيك من مال البحرين هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. فهنا أبو بكر الصديق لم يقل لجابر أعطني بينة على كلامك. وهنا استدل العلماء رحمه الله تعالى أن الأمر إذا كان صاحبه موثوقا وطلب من بيت مال المسلمين فإنه يعطى من غير بينة، يكفي الوثوق به عن طلب البينة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يطلب من جابر البينة. وأيضا هناك شرط آخر ذكره بعض العلم، أن لا يطالب، أن لا يطالب، فإن طولب بالبينة فإنه يجب عليه أن يأتي ببينة. فهنا جابر رضي الله عنه قال لأبي بكر الصديق ما قال له الرسول، فلم يأتي أحد يطالبه بالبينة، فدل على أن جابر موثوق عند الناس. وهنا أبو بكر الصديق لم يطلب منه البينة فأعطاه من هذا المال. فإذا هذه المسألة يقال فيها أن من كان موثوقا ولم يطالب بالبينة فإن لولي الأمر أن يعطيه من غير أن يطلب منه البينة، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، يعني حثى أبو بكر الصديق حثية، فعددتها فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. قاله أبو بكر خذ مثليها، يعني هذه 500 وخذ مثليها، يعني كم؟ 3. لماذا فعل هذا أبو بكر الصديق؟ والله أعلم، لأن جابر قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3، هكذا وهكذا وهكذا، لم يحدد مالا ولكن قال 3. فأبو بكر الصديق جعلها حاثية من المال وجعلها 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا. وهذا فيه كما ذكرنا حسن عهد أبي بكر الصديق وحسن إمارته ووفائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.